بسم الله الرحمن الرحيم. وكان رضي الله عنه لا يجلس الذباب على ثيابه وراثة له من جده صلى الله عليه وسلم، فقيل له في ذلك، فقال: أي شيء يعمل الذباب عيدي وليس عيدي؟ من دبس الدنيا وعسل الآخرة. ومن كرامته أنه جلس مرتين يتوضأ فقدر عليه عصفور فرفع رأسه فخر العصفور ميتا، فغسل الثوب ثم تصدق به عن العصفور وقال: إن كان علينا إثم فهو كفارته. ومن كرامته أيضا أن امرأة تنه بولدها لتشوقه إلى صحبة الشيخ عبد القادر رضي الله عنه. الفاتحة. وتسلكه فأمره بالمجاهدة وسلوك طريق السلف، فروانه يوم النحيل ورأنه يأكل خبز الشعير، ودخلت على الشيخ ووجدت بين يديه عظمة دجاجة ملوكة، فسألته عن المعنى في ذلك، فوضع الشيخ يده على اللضاب وقال لها: قومي بإذن الله تعالى الذي يحيي العظام وهي رميم. فقامت الدجاجة سوية وصاحت: لا إله إلا الله محمد رسول الله، الشيخ عبد القادر ولي الله رضي الله عنه. الفاتحة. فقال لها: إذا صار بنك هكذا فليأكل ما شاء. ومن كرامته أيضا أنه مر بمجلسه حدأته في يوم شديد الريح فشوشا بسياهها على الحاضرين، فقال: يا ريح خذ رأسها. فوقع لوقتها مقت وترس، فنزل عن الكرسي وأخذها في يده ومر الأخرى عليها وقال: بسم الله الرحمن الرحيم. فحيت وطارت سوية بإذن الله تعالى، والناس يشاهدون ذلك. ومن كرامته أن أبا عمر عثمان الشيرفي وأبا محمد أبد الحق الحريمي رحمهما الله تعالى قال: كنا بين يدي الشيخ بمدرسته يوم الأحد ثالث صفر سنة 55، فتوضأ الشيخ على قبقابه وصلى ركعتين، فلما سلم صرخ صرخة عظيمة ورمى بفردة قبقابه في الهواء فغابت عن أبصارنا، ثم فعل ثانية كذلك بالأخرى، ثم جلس فلم يتجاسر أحد على سؤاله، ثم قدم قافلة من بلاد العجب بعد 23 يوما، فقالوا: إن معنا للشيخ نظرا فاستأذناه. فقال: خذاه منهم. فعطونا شيئا من ذهب وثيابا من حرير وخز والقبقاب بعينه، فسألناهم عن المعنى في ذلك، فقالوا: بينما نحن السائرون يوم الأحد ثالث صفر إذ خرجت علينا رب لهم مقدمان، فذهبوا أموالنا ونزلنا على شفير الوادي، فقلنا: لو ذكرنا الشيخ عبد القادر رضي الله عنه. الفاتحة. فنذرنا له شيئا من أموالنا سلمنا، فما هو إلا أذكرنا، وجعلنا له شيئا، وسمعنا صرختين عظيمتين ملأت الوادي ورأيناهم مذعورين، فظننا أو قد جاءهم مثلهم يأخذهم، فجاءنا بعدهم وقال: تعالوا إلينا وخذوا أموالكم وانظروا ما قد تهمنا، فأتوا بنا
إلى مقدميهم فوجدناهما ميتين وعند كل منهما فردت قبقاب مبدلة بماء فردوا علينا ما أخذوا وقالوا لنا إن لهذا الأمر لبا عظيما ومن كرامته أنه جاءه رجل من أسفهان له مولاه تسرى وقد عيت المعزمين فقال الشيخ هذا مارد من وادي سراديب واسمه خانس فإذا سرعت فقل في أذنها يا خانس عبد القادر رضي الله عنه الفاتحة المقيم ببغداد يقول لك لا تعد أهليك فذهب الرجل وغاب 20 سنة ثم قدم وسئل وأخبر أنه فعل ما قال الشيخ رضي الله عنه ولم يعد الصرع إليها إلى الآن وقال بدر وسعيد عزيم مقث ببغداد 40 سنة في حياة الشيخ عبد القادر رضي الله عنه الفاتحة ولا يقع فيها صنع لا أحد فلما مات وقع الصرع ومن كرامته أيضا أن 3 من أشياخ جيلان أتوا إلى زيارته قدس الله سره فلما دخلوا عليه الإبريق وجها إلى غير جهة القبلة والخادم واقف بين يديه فنظر بعضهم إلى بعض كالمنكرين عليه بسبب توجه الإبريق لغير جهة القبلة وقيام الخادم بين يديه فوضع الشيخ كتابا من يده ونظر إليهم نظرة وإلى الخادم أخرى فوقع ميتا ونظر إلى الإبريق نظرة أخرى فدار وضاف الإبريق وحده إلى القبلة ومن كرامته أن أبا المظفر حسن بن تميم البغدادي تدر جاء إلى الشيخ حماد بن مسلم بدروة الدباس رحمه الله تعالى في سنة 121 وقال له يا سيدي قد جهزت لي قافلة إلى الشام فيها بضاعة ب700 دينار فقال إن سافرت في هذه السنة قتلت وأخذ مالك فخرج من عنده مغموما فوجد في الطريق الشيخ عبد القادر رضي الله عنه الفاتحة وهو شاب يومئذ وفحكى له ما قاله الشيخ حماد فقال له سافر اذهب سالما وترج غانما والضمان علي في ذلك فسافر إلى الشام وباع بضاعته ب1000 دينار ودخل يوما إلى سقاية في حلب لقضاء حاجة الإنسان ووضع 1000 دينار على رف من السقايا وخرج وتركها ناسيا وأتى إلى منزله فألقي عليه النعاس فنام فرأى في منامه كأنه في قافلة قد خرجت عليها العرب وانتهبوها وقتلوا من فيها وأتى أحده فضربه بحربة فقتله فهذب فزعا ووجد أثر دم في عنقه وأحس بالألم وذكر ألف بقى موسرا إلى سقايا فوجدها في مكانها سالما ورجع إلى بغداد فلما دخلها قال في نفسه إن بدأت بشيخ حماد فهو الحسن والشيخ عبد القادر رضي الله عنه الفاتحة فهو الذي صح كلامه فلك الشيخ حماد في أثناء ترديد الخاطر في سوق سلطان فقال له يا أبا المظفر ابدأ بعبد القادر رضي الله عنه الفاتحة
فإنه محبوب. ولقد سأل الله فيك 17 مرة حتى جعل ما قدر عليك من القل يقضة مناما ومن الفقر إيانا نسيانا. وجاء إلى الشيخ عبد القادر رضي الله عنه الفاتحة. فقال له بديداء: قال لك الشيخ حماد إنني سألت الله فيك 17 مرة وعزة المعبود. لقد سألت الله تعالى فيك 17 مرة إلى تمام 70 مرة حتى كان ما ذكر. ومن كرامته أيضا أن الشيخ عليا الهيتي والشريف عبد الله بن محمد أبا الغنائم الحسني رحمهما الله تعالى دخل دار الشيخ قدس الله سره فوجد إنسانا شابا ملقا على قفاه. فقال للشيخ علي الهيدي رضي الله عنه: يا سيد اشفع لي هذا الشيخ. فلما ذكره له وهبه له بقوله قد وهمته له، فخرج الى الرجل الملقى وعرفه بذلك. فقام الرجل خرج من قوته في الدهليز وطار في الهواء، فرجع الى الشيخ رضي الله عنه وساله عن حال الرجل، فقال انه مر في الهواء وقال في نفسه: ما في بغداد رجل مثلي فسلبته حاله، ولولا الشيخ علي ما رددته له. ومن كرامته أيضا أن الشيخ أبا الحسن المعروف ابن طوطرد البغدادي رحمه الله تعالى قال يوم وفاة الشيخ عبد القادر رضي الله عنه الفاتحة. قدس الله سره ونور ضريحه، كنت أستغل بالعلم وأكثر السهر وأترقب حاجة له. فخرج ليلة من داره في صفر سنة 53، فناولته إبريقا فلم يخذ قصد باب المدرسة فأشار إليه ففتح وخرج، وخرج خلفه وأنا أقول في نفسي: إنه لا يشعر بي. ثم انولق ثم باب المدينة كذلك، ثم مشى غير بعيد. فإذا نحن ببلدة لا أعرفها، فدخل مكان الرباط فإذا فيه ستة من رجال قعود. فلما رأوا الشيخ عظموه وبادروه بالسلام إليه، والتجأت إلى سارية فسمعت أنينا من ذلك المكان. ثم بعد يسير سكن ذلك الأنين. ثم دخل الرجل إلى الجهة التي فيها الأنين، وخرج يحمل رجلا من ذلك الجانب. ودخل سقس مكسوف الرأس طويل الشايب، فوقف بين يدي الشيخ فأخذ بشهادتين وقص رأسه وشاربه وألبسه طاقية وسماه محمدا. وقال للسدة: دامة يكون هذا بدلا عن الميت. فقالوا: سمعا وطاعة. ثم خرج وتركهم خرجت معه، ومشينا غير بعيد. وإذا نحن دباب بغداد، ففتح كأول مرة. ثم أتى باب المدرسة كذلك دبدغدارا. ثم في الغد جلس بين يدي أقرأ، فمنعتني هيبته فقال: يا بني اقرأ ولا عليك. فأنصمت عليه أن يبين لي ما رأيت بالأوس. فقال: أما البلد فالهاوان، وأما ستة فهم الأبدال النجباء، وأما صاحب النيل فسابعهم كان مريضا. فلما حضرت الوفاة جئت حضر وفاة، وأما الذي حمله على عاتقه فبلباس القدر عليه السلام أخذه ليتولى أمره. وأما الذي أخذت عليه العهد فنصراني من القسطنطينية، أمرت أن يكون عوضا للمتوفى وهو الآن منهم. قال أبو الحسن:
وأخذ علي الأهد أن لا أحدث بذلك لأحد ما دام حيا، وقال احذر من إفشاء سري في حياتي. وذكر الشيخ عبد الله الموسلي أن الإمام المنسجد بالله أبا المظفر يوسف جاء إلى الشيخ قدس الله سره وسلم عليه واستوصاه، ووضع بين يديه ما له في أشرط أكياس يحملها شرط من الخدام، فردها الشيخ أبا الخليفة إلا أن يقبلها وألح على الشيخ، فأخذ الشيخ كيسين منها في يديه وهما خير الأكياس وأسرها وأسرهما فسالا دما. فقال الشيخ للخليفة: أما تستحي من الله تعالى أن تأخذ دم الناس وتقابلني به؟ فغش الخليفة بالحال. فقال الشيخ: عزتي المعبود، لولا حرمة اتصاله برسول الله صلى الله عليه وسلم لتركت الدم يجري إلى منزله. قال عبد الله المذكور. وشهد الخليفة عيده يوما، فقال للشيخ: أريد شيئا من الكرامات اطمئن قلبي. قال: وما تريد؟ قال: تفاحا من الغيب، ولم يكن أوانه بالإراق. فمد الشيخ يده في الهواء فإذا فيها تفاحة، فناوله إحداهما، وكسر الشيخ الذي في يده فإذا هي بيضاء تفوح منها رائحة المسك، وكسر الخليفة الأخرى فإذا فيها دودة. فقال: ما هذه؟ والذي بيدك كما ترى؟ قال: كما أرى. قال الشيخ: يا أبا المظفر، هذه لمستها ذو الظالم فتوضت كما ترى، وهذه لمستها ذو الولاية فطابت، وقد قدمت كسة التفاح الذي جاء به الخليفة للشيخ، وكرامته أكثر من أن تحصى وأعظم من أن تستقصى، رضي الله عنه وعنا برضائه الرفيع، وأمدنا بمدده الوسيع. اللهم انشر نفحات الرضوان عليه، وأمدنا بالأسرار التي أودعتها لديه.